مرحبا ويا أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا بتتابعوني. اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم فيديو جديد حلو هيك وكله نشاط وحيوية مثل ما وعدتكم. رح زود لكم عدد الفيديوهات اللي بتنزل لكم بالأسبوع، وانتو كمان بدي منكم دعمكم، تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى دائما يوصلكم كل جديد. ان شاء الله باللايكات الحلوة تبعكم الفيديو هيك بتشير بكل مكان وبيزيد عدد عيلتنا الحلوة وبتكبر فيكم أكتر وأكتر. عندي هيك شوية ترتيبات في البيت، لهيك فقت الصبح بكير قبل ما يصحوا وأخذت إفطاري فنجان القهوة هيك مع البرتقان على الصبح، بيعطينا هيك نشاط وطاقة حيوية. كتير طيب القهوة مع البرتقان، حتى بتعرفوا كان في طريقة هيك كنت بحفور البردقانة، يعني بخلي بس هيك لب البردقانة، بشيله كل اللب وبخلي الجلدة تبعها وفيها بساوي القهوة على البوتاجاز. شي مرة هيك بدي ساويها معكم، عن جد كتير طيبة، طيبة كتير القهوة مع البردقان، عن جد طعمتها كتير طيبة الصبح. ايه حبيبات قلبي، اخدت افطاري. هلأ انا عندي كتير شغل والولاد قاعدين عمالة يزنوا من وقت شم النسيم، وانه اصحابهم طلعوا على الجنينة وما بعرف لون، والبيض المسلوق وفسيخ ورنجة وما بعرف هاي الشغلات، وهن زن زن صرعوا لي راسي، ماما بدنا نروح على الجنينة، ماما بدنا الجنينة. فاحنا اتفقنا معهم انه بس تكسر الشمس هيك يعني تبتدي تغيب ومكون انا خلصت كل شيء وراي، رح ناخدهم على الجنينة. ايه صبايا، المهم طمنوني عنكم انتو، شو اخباركم، شو مساويين، كيف الجو عندكم، كيف الاجواء عندكم. كتير كتير بهتم بتعليقاتكم، الله يسعد لي قلوبكم يا رب ويخلي لي اياكم يا رب، امين. إيه لازم هيك الترتيبات اللي يعني اللي بتصحي الصبح بتلاقي البيت هيك قايم قاعد، طبعا اولاد صغار بيلعبوا بيتنططوا، هذا شيء طبيعي جدا انه طالما عندك اولاد صغار لازم بيتك شوي تصحي تلاقيه مكركب شوي كتير. إيه هذا الصيف كتير انا بحبه والله بالتنظيف، يعني لجميع الاسطح بيعمل تنظيف عميق جدا لجميع الأسطح عندك وللمطبخ، وقت بنظف في دواليب المطبخ من جوا عن جد ريحته بتاخد العقل، كتير كتير ريحته حلوة ومنظف جدا قوي. أنا دائما هيك بعتمد عليه خاصة بمطبخي، ما بستغني عنه أبدا لتنظيف دواليب المطبخ من جوا. هلأ منشان إنه البلكون دائما مفتوحة والجو كتير حلو، فدائما البيت بيغبر، ففي شغلات لازم امسحها يوميا، يعني لازم أول شي بعمله إني امسح الغبرة هذا يوميا، ما بيصير يعني خليها يوم بعد يوم، ما بيمشي الحال. الشغلات هي أساسي إني ساويها يوميا لأنه لازم البيت هيك يكون نظيف ومرتب. صح مو كل الشغلات بنعملها كل يوم، بس أنا عندي مسح البيت أساسي كل يوم، يعني مسح الغبرة هذا أساسي كل يوم، ما فيني خليه يوم بعد يوم، ما بيمشي الحال. عملت كناسة سريعة للبيت هيك رتبته، بعدين حضرت لهم شنتيتهم لحتى نروح على الجنينة، لحتى هيك يعني يحتفلوا بشم النسيم، بس على شيء بسيط يعني مو انه بمعنى
الاحتفال. هلا احنا ما انا ما جربت بحياتي اني اكل فسيخ وهيك شغلات، بس الرنجة كتير بحبها، يعني بجيبها هي المعقمة، بتبقى هيك الفيلي مقطعة ومحفوظة بالزيت ومعقمة هيك. هون وصلنا على الحديقة. قد ايه حلو تستمتعوا بالمناظر الطبيعية، عن جد فيها مناظر طبيعية بتاخد العقل، من أجمل الحدائق. لازم إذا اجيتوا القاهرة تزوروها يعني، ولازم إذا موجودين بالقاهرة تزوروا هذا المكان. عندي الأطفال كتير بيستمتعوا، هيك حبينا إنه ناكل رنجة ونعيش الأجواء يعني بالجنينة، على بناء على طلبهم يعني وعلى حسب رغبتهم. بلاقيها الأكلات الباردة من أطيب الأكلات اللي بتاخدوها معكم برات البيت. البطاطس اشتريناها صراحة يعني من المطعم، لأنه أطيب شي تاخده تاكله الفرنش فرايز هيك هو مقلي. وطبعا السبيروس باتس، لأنه دير بالكم لازم ضلوا مستمرين على المقاطعة. طبعا لازم بصل أخضر وطحينة وهيك يعني. المهم كان أكل كتير كتير طيب صراحة، بس بعد ما بتخلصوا الأكل بتنطفوا على طول. شو بيخطر ببالنا؟ ناخد فنجان قهوة، لازم يعني فنجان القهوة هون أساسي. أنا دائما بحب أخذ معي القهوة تبعتي برات البيت، خاصة القهوة التركي، لأني أنا ما بحب قهوة التركي، ما بحبها هاي الماكينة يعني اللي بيساووها بالكافيهات، بحب اللي أنا بعملها بالبيت يعني، كتير بحسها أطيب. ايه صبايا، فاستمتعت بأطيب فنجان قهوة هيك في الطبيعة، ريحة الخضرة، الموسيقى بيكونوا حاطين هيك موسيقى هادية، النسمات الهواء اللي بتاخد العقل، بصراحة كتير حلو، خاصة هيك لو تقعدوا بمكان جنب المي فعلا بتستمتعوا بأحلى وقت ممكن تقضوه صراحة. فكتير حبيت هاي الأجواء. وكمان طبعا في منطقة كبيرة للعب الأطفال، كتير ولادي بيحبوا يعني هاي المنطقة، بيلعبوا بينبسطوا بيقضوا وقت طويل، وكمان بيجيبوا معهم الطابة وبيقعدوا بيلعبوا وبيجروا ورا بعضهم واستغماية وشو بيخطر على بالكم، ألعاب ممكن تلعبوها هيك بالهواء الطلق كتير حلو. كمان في سيشنز تصوير يعني إذا مثلا خطوبة، فرح، عيد ميلاد، هيك أجواء كتير حلو. كمان لو بتحبوا تعملوا تصوير بأجواء الطبيعة كتير يعني، بيجوا عرايس، كل ما بنيجي بيكون في عرايس واحتفالات وهيك. في كمان مصورين وبروفيشنالز بيكونوا موجودين فيكم، تأجرون تدفعولهم يعني مقابل ويعملوا لكم الفوتو سيشنز في الحديقة. بصراحة بياخد العقل، أجواء كتير كتير حلوة والطبيعة جدا خلابة وجدا حلوة. وبعد ما خلصنا من الجنينة رحنا مسجد سيدنا الحسين، كمان سوق خان الخليلي، وكمان رحنا شارع المعز لدين الله الفاطمي. هاي الأماكن من أحلى الأماكن اللي بتزوروها بالقاهرة، وبتلاقوا كتير سياح بالأسواق ومنتجات بتاخد العقل. اشتريت كسكتة لابني، وكمان اشتريت له تي شيرت مكتوب عليه ايجيبت على ذوقه يعني هو اختاره. البضاعة بتاخد العقل، أغلب الأبضاعة اللي موجودة بتكون هاند ميد، منتوجات مصرية. زوجي كان بيشتري هاول البرفيومز، البوتلز الصغار تبعون البرفيوم، فأنا قعدت هيك يدور على فناجين القهوة، الاستكانات، الكاسات المي، الشغلات أنا كتير كتير بحبها بصراحة. عن جد الشغلات اللي مرسوم عليها بالرسم اليدوي بتاخد العقد كتير حلوة. هذا الفنجان خطف لي قلبي كتير حبيته. أخذنا جولة هيك بالمحل، عن جد بقلكن كل شغلة فيه عبارة عن لوحة فنية. الله قدي عجبني هذا الطقم كمان.
يعني ابريق الشاي ده ب1000 والبورسلين ده ب1250. مجموعة فيها جميلة جدا، شكلها مضحك. 150 في ناس تانية مش هتعرف تاخد الباقيين. بس انت شوفي هتاخدي انهي حجم؟ ما هو انت برضه يعني دلوقتي دول ثلاث احجام. ده قاعد لوحده. ما هو انت شوفي هتاخدي انهي حجم عشان تدفعي على قده بالظبط. شاوري على اللي عجباكي. كل جوه. مثل ما شفتوا الأجواء جدا ساحرة، والبضاعة بتاخد العقل، ومنتجات كتير كتير حلوين حلوين كتير لهدايا ولمناسبات. ايه بعد ما اخذنا لفتنا هيك حبينا ناخد ايس كريم. هلا هيك خلصنا جولتنا بخان الخليلي وبدنا نكمل بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فحبينا هيك ناخد ايس كريم ونقعد نستمتع بمنظر المساجد. عن جد هونيك المكان مثل ما بقول دائما فيه طاقة إيجابية كتير عالية، لأنه في كتير مساجد. وطبعا المكان فيه كافيهات كتير، وبكونوا هيك عاملين حفلات واستعراضات لحتى يشدوا العالم، وفي منافسة كتير قوية بين الكافيهات يعني لحتى يعملوا أحلى عروض. بتحسون هيك بيتنافسوا فيما بيناتهم يعني على أفضل العروض اللي بيقدموها للعالم لحتى يجذبوا الناس والسياح لحتى يقعدوا يشربوا هيك فنجان قهوة عندهم. ايه صبايا، بعد ما رجعنا على البيت بدي اقلكن من قد ما كنت عطشانة قد ما كنت عطشانة شربت مي ما بتتخيلوا قد ايه كمية المي اللي شربتها. هلا هيك حبيت ورجيكم فنجان القهوة اللي كتير حبيته واشتريته، فرح ورجيكم اياه هلا وساوي معكم اطيب فنجان قهوة. مغلفينه بالبابلز كتير منيح حتى ما ينكسر منه بالطريق. شفتوا التيشيرت اللي جبته لابني؟ عن جد كتير طلع حلو عليه. ليك الفنجان ما احلى، عن جد كتير كتير حلو. عن جد كتير حبيت شكله، ما عندي هيك هذا الستايل، عن جد كتير حبيته. رح اسوي هلا فنجان قهوة غير شكل. غسلته
لي رايكم فنجان القهوه، اذا انتم مغرمين هيك مثلي بفناجين القهوه، عندكم هوس بشرا فناجين القهوه وبالركوات القهوه، اكتبوا لي في التعليقات. هيك صار عندنا احلى فنجان قهوه. يا الله شو طيب فنجان القهوة هيك بعد ما اليوم بيخلص والبيت نظيف ورايق والولاد مبسوطين وتفسحتوا، فنجان القهوة جديد الحمد لله رب العالمين. الله يا رب يديم علينا كل النعم، عن جد أطيب فنجان قهوة بيشهي القلب صبايا. بتمنى فيديو اليوم هيك يكون خفيف على قلوبكم، تكونوا حبيتوا ذوقي فنجان القهوة كتير حلو هيك، مدري كيف شكله بس أنا حبيته. إيه حبيبات قلبي، ما تنسوني بالتعليق الحلو، ما تنسوا تستنوا فيديو قريبا جدا مثل ما وعدتكم، رح زود لكم الفيديوهات كتير، بس زودوا لي التعليقات الحلوة اللايكات الحلوين، الله يخلي لي إياكم وما يحرمني منكم أبدا. فيديو اليوم لهون بيكون خلص، بشوفكم فيديو جديد، باي باي، سلام.